بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، مرحبا بحضراتكم اينما كنتم. لازلنا نتواصل مع حضراتكم من هنا من ارضيه ميدان الشحانيه، وفي هذا المساء الذي يجمعنا بحضراتكم ايضا في هذه الاشواط التي رصدت كذلك لها جوائز، عباره عن ايضا جوائز قيمه كذلك وايضا ثمينه، وهي السيارات لهذه الاشواط المسائيه. بن محمد بن زايد الخيارين تضميره عن جابر بن حمد بن جفيل المري، ولكن هناك شعار الهديفي، شعار الهديفي مشاهدينا الكرام على ظهر ظبيان حمد بن غانم الهديفي، وكذلك سعيد بن رشدان في التضمير. انما هنا في المركز الرابع اسم جديد ينضم الينا في هذه اللحظات الساعي، محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، اراه يتدخل على رابع المراكز، ولكن التغيير على المركز الرابع في هذه اللحظه من قبل شاهين مطر بن سعيد بن هدوب الوهيبي، هو من يحتل المركز الرابع. وايضا يتراجع مشاهدينا الافاضل الساعي محمد بن فهيد بن بيشان العجمي الى خامس المراكز، 1500 متر، كيلو ونصف الكيلو على النهايه، كيلو ونصف الكيلو على النهايه. يا البطير يا سلام، مرضي يا جماعة، مرضي يا جماعة. ولكن هنا مختار يا البطير، يا البطير مختار أراه يتدخل، مختار السيد عبد الهادي بن عوجان الهاجري. يا سلام يا مختار يختار المكان المميز، مختار يفتتح الكيلو الأخير. خلاص يا جماعة، مختار قفل على الشوط، مختار ذهب للناموس. مختار مشاهدينا الكرام هو من يحتل المقدمة، تعود ملكية لعبد الهادي بن عوجان الهاجري. يا سلام يا مختار، يا سلام يا مختار، أفقت كذلك بهذا الاختيار، وكذلك أيضا يا بن عوجان اخترت كذلك مختار من هذه أيضا النوعية المميزة، واخترته كذلك لهذا المهرجان. الله الله، مهرجان، هذا المهرجان الذي نعيش وإياكم فرحته منذ 4 أيام طافت، ونحن في هذه اللحظات أيضا نشارف على 400 متر الأخيرة. مختار هو من يقود المسار ويختار المكان المميز الذي يتمناه الجميع، مختار لعبد الهادي بن عوجان الهاجري. إذا من هذه اللحظة ومن هذا المكان يحق لي أن أهنيه وأن أزف له التهنئة وأن أحملها على ظهر مختار، وأختار أن تصل أيضا مالك مختار عبد الهادي بن عوجان الهاجري. إذا مشاهدينا الكرام بن عوجان 10/10، يا سلام. إذا مشاهدينا الأفاضل مرة أخرى أهني بن عوجان الهاجري. المركز الثاني مشاهدينا الكرام يصل في المركز الثاني أشقر لسيد مبارك بن محمد بن خيرة الشريفي. أما المركز الثالث فوصلنا في المركز الثالث شاهين الغدير بن حميد الراشدي. أما المركز الرابع فوصل في المركز الرابع العمال لسالم بن حمد البطين. المركز الخامس شاهين يصل في المركز الخامس لسيف بن محمد بن زايد الخيري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز الأولى، وكان الناموس مع مختار الذي يختار هذا المكان المرموق وهذا الموقع الحساس. 9:27 18 جزءا من الثانية. نهني مالك مختار مشاهدين الكرام عبد الهادي بن عوجان الهاجري على هذا الفوز. أما المركز الثاني فوصل في المركز الثاني أشقر قاطع عن هذه المسافة في زمن مقداره 9:31 23 جزء من الثانية. التهنئة أيضا نوصلها لمالك أشقر مبارك بن محمد بن خيرة الشريفي. أما المركز الثالث مشاهدينا الكرام يصل في المركز الثالث شاهين قاطع المسافة في 9:33 43 جزء من الثانية. التهنئة نوصلها كل الإخوة.